يا أخي ناظر رزقتك وش الله عطاك. طيب سؤال، من هو أحسن واحد اللي عطاه الله نصف رزقته؟ وش هي أحسن واحد؟ الصحة. الخال هنا يقول اللي عطاه الله الصحة هو أحسن واحد. من هو أحسن واحد اللي الله عطاه إيش؟ ها، بر الوالدين. بالله يرزق بر والديك قلامين والسامعين أجمعين. اللي عطاه الله بر والديه يقول هذا هو أحسن رزقة. في واحد يقول لا، اللي عطاه الله الرضا. واحد يقول اللي عطاه الله البركة. احنا دائما اذا جينا نتكلم قاعدتنا وش هي؟ قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. فاللي الله عطاه زوجة صالحة نص رزقته، صدقوني هذا نص رزقته روعة. كم واحد عندنا الله معطيه زوجة صالحة ولا شافها؟ كم واحد الله معطيه زوجة وشحليلها جودية ومع ذلك ما شافها؟ قافل النص رزقته، قافلها. وعليها يقاس كم واحدة الله معطيها زوج صالح ولا شافته؟ صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ لازم ندور، لازم نبدأ نبحث في أنفسنا. خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. الأمامة إذا شافت مرة ولدها صالحة تحمد الله إن الله رزق وليدها، هل حرمت الصالحة وتقوي صلاحها وتساعدها. ألا خيه البارة لما تشوف إن الله رزق خيها بحرمة صالحة تساعدها وتوقف معها وتدري إنهم مرزوقين برزقة أخوهم اللي الله عطاه زوجة صالحة. كلام صلى الله عليه وسلم ما هو بكلام. خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة.